معانا كمان احد المكرمين امبارح في الندوه التثقيفيه 38 للقوات المسلحه، معانا سياده اللواء محمود ممدوح شعبان قائد قاعده صواريخ كتيبه 3 اربعات مدفعيه. سياده اللواء اهلا بيك معانا في التاسعه، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه صوتك طيب، وكل سنه وشعب مصر طيب، وكل سنه ان شاء الله منتصرين على كل العوائق عشان نكون احسن وبكره احلى وتحيا مصر في كل مكان. يا رب دايما. قاعدة الصواريخ أعتقد كان دورها مهم جدا بعد موضوع 67 واللي حصل فيه، إن كان مهم كان يبقى موجود فيه قاعدة صواريخ لحماية المجال الجوي المصري. دلوقتي احنا بنتابع مع حضرتك يمكن تكريم حضرتك من سيادة الرئيس امبارح في الندوة التثقيفية 38، احكي لنا عن لحظة التكريم امبارح وعن ذكرياتك المهمة في تاريخك العسكري. قاعدة الصواريخ عشان يعني في مدة دقيقة واحدة، هي قاعدة صواريخ بعيدة المدى. أول مرة في الحرب الحديثة تستخدم صواريخ بعيدة المدى مئات الكيلومترات من على قاعدة متحركة، يطلقها أول ضباط مصريين في الحرب الحديثة بالكامل. وده كلام دقيق جدا جدا جدا، لأن صعوبة هذا الموضوع أنها قاعدة متحركة. القاعدة عليها الصاروخ اللي وزنه يصل اكثر من 12 طن، والقاعده كلها اكثر من 40 طن. يطلق الصاروخ من اي مكان، وده يمكن علشان مقوله الرئيس الراحل انور السادات قالها على ملأ العالم بالكامل: العمق بالعمق. وفعلا العمق بالعمق، في حاله ان العدو يحاول الاعتداء على اي مدينه، او مثلا يكون اهداف مثلا زي اي سد زي اي شيء، هيتم التعامل بالمثل، هيطلق على المدن بتاعته وهيطلق على أدق الأهداف بتاعته بهذه الصواريخ. صحيح. وفعلا اتفضل يا فندم. وفعلا تم إطلاق ثلاث صواريخ على ما سموه الثغرة، الحاجة الوهمية، وأطلقت هذه الثغرة عشان تدمر أكثر من مراكز قيادة العدو وحشود دباباته والجنود والمشاة. المشهد اللي هو ممدوح ما بينساهوش لحد النهاردة بعد 50 سنة. المشهد عمري ما هنساه، ان ازاي اطلاق هذا الصاروخ اللي هم قالوا لنا عليه هتتدربوا اكتر عشان يتدربوا تطلقوا عليه تاخدوا 9 اشهر، احنا الجيش المصري والمدفعية قدرنا في ظرف لا يزيد عن من 60 ل70 يوم تدريب عالي جدا جدا على هذا الصاروخ. يمكن انا يمكن عشان قاعده الصواريخ اسمها قاعده الصواريخ دي بعيده المدى، قدرنا كلنا كنا بنشتغل فعلا 24 ساعه. هو ده النوم بتاعنا وهو ده حياتنا، كنا قاعدين وكنا بنتدرب عليها بس الخبراء الروس فعلا عشان نقدر نقول ان بعد 50 60 يوم. وفعلا الحمد لله قبل ما يطلق حرب اكتوبر في 6 اكتوبر كنا جاهزين في اي وقت لاطلاق هذه الصواريخ. وحصل وساعة 2 الظهر يوم 6 اكتوبر تمت البداية. وفعلا هذه البداية، وقد ايه احنا كضباط مدفعية كانت فرحتنا، لان انا قعدت يعني انا اتخرجت من الكلية الحربية يمكن عندي 20 سنة وكم شهر، وكنت موجود في اسماعيلية يعني على خط القناة بالظبط، يمكن ضربة استطلاع كتيبة مدفعية، ثم انتقلت إلى هذه الكتيبة الصواريخ اللي هي تعتبر أحدث حاجة في العالم وأحدث شيء. مش عاوز أقول لسيادتك ان هذه يعني نقول القصفه الصاروخيه العالم كله بيدرسها، ان الاول مره تستخدم صواريخ بعيده المدى في حرب في على المدى حتى الان. مش عاوز اقول لسيادتك ان كان الجيش المصري وضباط المدفعيه سباقين على كل جيوش العالم في تدريب هذه الصواريخ. جميل. بعد 50 سنة بنتكلم على تكريم، ومصر ما بتنساش ابطالها الشهداء منهم والاحياء، ربنا يطول في عمرهم ويديهم الصحه يا رب. لحظه امبارح بقى، لحظه امبارح من اجمل لحظات حياتي. الحمد لله احفادي اولادي عرفوا ان مصر الجميله مصر الطيبه عمرها ما بتنسى ابنائها، الشهيد المصاب الحي. انا مش عاوز اقول لحضرتك يمكن لما صوروني وانا طالع ولادي قالوا انت كنت عمال تتكلم وانت يعني بتتحرك بخطوات لمقابله سياده الرئيس، كنت بقول لهم كله على لساني. اتفضل. اتفضل يا فندم معاك سامعك. كله على لساني يعني بأدعو وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت فعلا في منتهى الفخر، وعندما أتيت قدام السيد رئيس الجمهورية حقيقة عرفت
أن الله لا يضيع أبدا حق. بعد 50 سنة قدرنا نتكرم وقدر الصواريخ البعيدة المدى تتكرم. يمكن أنا بقول مش أنا بس، ده رمز لمدفعية القوات المسلحة وكل أسلحة القوات المسلحة. ويمكن كان سيادتك كنت قبلية سيادة الإمام معتز وكان في يعني أنا عاوز أقول يا فندم فعلا فعلا لابد. ممكن الندوة اللي اتعملت وسيادة اللواء محمود طلحة لما قال لابد يا فندم أن الناس تعرف أن احنا المصري لا يهزم مطلقا، لكن ممكن يبقى فيه صعوبات. ممكن أنا عاوز أقول لسيادتك حاجة، الحرب دي يا فندم آخر حاجة كان كل ضباط القوات المسلحة تدور هي بتعمل ايه، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتنام ازاي، بتصحى ازاي. دي اخر حاجه عندنا. يعني ممكن الضابط بيفضل 30 35 يوم ينزل 24 ساعه بنسميها، يعني ينزل ويرجع. يعني اذا كان على الجبهه هي كان احد اسرار نصر اكتوبر هو الروح اللي موجوده عند افراد القوات المسلحه وفي ظهرهم الشعب المصري. ولو حضرتك كنت فخور امبارح، احنا بقول لحضرتك احنا كلنا كشعب مصري ان أبطال أكتوبر الأحياء منهم موجودين بين إيدينا لسه، وربنا يديكم الصحة وكل سنة وحضرتك طيب وكل أبطالنا أبطال نصر أكتوبر المجيد في احتفالاتنا باليوبيل الذهبي بخير وبصحة، ودايما نحتفل مع حضراتكم. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء ممدوح شعبان قائد قاعدة صواريخ كتيبة 3 أربعات مدفعية. التكريم مش هيخلص وحكاياتنا مع أبطالنا مش هتخلص. يعني الروح دي لازم تفضل موجودة عندنا كمصريين، سواء الشعب المصري في الجبهة الداخلية أو في قواتنا المسلحة على الجبهة.